وما قدروش يمسكوا حد من الناس دي. مين اللي ما قدروش بس يا بهيجة؟ يعني البوليس ولا حد من أهل الحتة؟ والبوليس هيقف علشان يحرس المغلق بالذات. أنا اللي قلقني دلوقتي حاجة تانية خالص، إنهم لقيوا الباب بتاع المخزن السري مفتوح. يعني ولاد الفرطوسة دول كانوا عارفين مكانه. بس كده يبقى اللي عمل العملة السودة دي واحد مش غريب، يكونش واد من صبيانك يا حاج. لا 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 بيك، صبياني ايه؟ صبياني لا يمكن، لا انا مربيهم ولا يمكن حد فيهم يفكر يخني ابدا. وبعدين دول الحمد لله كلهم عينيهم مليانة. امال مين بس اللي هيعمل كده؟ انا متهيألي انها البت وردة، خصوصا ان الغفير قال قبل ما يغم عليه انه شاف خيالات تلاتة. يبقى اكيد هي وردة واخواتها الاتنين. وردة يا بنت المزغودة، وقصدها ايه من العملة دي؟ ايه عايزة تحرق قلبنا يعني؟ لا 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 تحرق قلبنا ايه، اكيد هم كانوا فاكرين ان المخزن مليان بضاعة، فمؤكد كانوا عايزين يسرقوا البضاعة دي. نحمد ربنا ان المكتب سليم والنار ما طلبوش. اسمعنا برعي، انا ماليش غيرك، انت عارف انا مسميك برعي قلب الاسد. انا عايز الحريقه دي ولا كانها حصلت، المغلق يرجع زي ما كان، الحيطان زي ما كانت، خشب جديد نوفي. مفهوم؟ مفهوم يا حاج. انا مش قادر اصدق، ما البنت ورده تعمل كده. ليه ما تعملهاش؟ دي بنت شطانه وتعملها. وبعدين هي الوحيده اللي كانت عارفه المخزن السري. جايز تقول للصبيان عارفين، الصبيان لا، الصبيان متأكدين ان المخزن كان فاضي. عندك حق يا حاج، لان الصبيان فعلا هم اللي شايلين البضاعة بايديهم. لو كلامك ده مظبوط معناه ان وردة مش هتسكت. تعمل اللي تقدر عليه، بتقدرش على حاجة. سيبك من كلام الفارغ ده بقى، المهم انت امتى هتاخد عروستك وتسافر؟ هنروح فين بس يا حاج؟ بصراحة كده الشغل اهم، والبيت كمان مهم. الراجل الجدع لازم يكون مهم في الشغل وبيته كمان. الله عليك يا حاج، خد من الحاج واستفيد من غير ما تقول يا برا. انا اتعلمت من الحاج حاجات كتيره قوي. كله تمام يا حاج. خلاص بقى، يشوفوا لهم خيمه ولا خص يعيشوا فيه. مهم جبت السيره الفتحي. بقول لكم ايه، لو سالونا هتتهموا مين في حرق الشقه، اوعى حد فيكم يقول لعقاد او ابني. يا سلام، امال مين اللي حرق ابويا؟ مين اللي حرق الشقة؟ اسكت انت. لو احنا قلنا كده يبقى احنا اللي حرمناهم المخزن يا فالح، تبقى واحدة قصاد واحدة. مش فاهم ايه اخرة الحرب اللي احنا فيها دي. انا مش عارف احنا هنعيش ازاي بعد كده، احنا بقينا على الحديدة. هنعيش زي ما كنا عايشين يا اخي، ايه اللي هيحصل ونشتغل اي شغلانة. يلا. هو مش عمي كان طلب منك اننا نسافر نقضي شهر العسل؟ ما احنا في شهر العسل اهو، وانت ناقصك حاجة؟ واحنا هنقضيه هنا؟ انا عايز اعمل ايه يعني؟ بعدين نبقى نسافر بعدين. طب وبعدين ليه؟ هو انت وراك ايه؟ ورايا شغل، ورايا المغلق، ورايا حالي ومالي. طب ما هو باباك موجود بدالك. بقولك ايه؟ انا مفيش حد بدالي، ومن هنا ورايح لازم تفهمي حاجة، انا اهم حاجة عندي شغلي. فهماني ولا مش واصلك؟ يا ابني ما تغلبنيش، اسمع الكلام، خد مراتك وسافر. وبعدين انا مش عايزها تزعل، لان ابوها ممكن يزعل على زعلها، والناس دول عشمانين فينا قوي. انا عايز اطمن على كل حاجه قبل ما اسافر. عايز تطمن على ايه بالظبط يعني؟ ما هو يا حاج يعني ما ينفعش اسيبك في صروف زي دي واسافر. انا عايزك انت اللي تقوم بكل الشغل، وبعدين عايزك تشد العمال، حببهم فيك، خلي كلمتك عندهم اهم من كلمه برعي. حاضر يا حاج.
كل حاجة هتمشي زي ما انت عايز. مش زي ما انا عايز، لازم تمشي زي ما انت عايز. واذا احتجت مشورة هتلاقيني، هروح فين؟ طيب انا كنت عايز مراتي بس تتطبع بطبع الاول. الزوجة ما بتتطبعش بطبع جوزها الا اذا حبته، اذا حست بحنيته. فانت خدها وسافر ووريها اللي عمرها ما شافته، جيب لها كل اللي هي عايزاه. لازم تحس معاك باللي ما حسيتوش مع ابوها وامها، ساعتها هتبقى في طوعك وتتطبع بطبعك وتعمل كل اللي انت عايزه. اسمع الكلام. جالي الكلام يا حميدة؟ مش قلتلك ابوكي ما يقدرش يستغنى عني؟ ده انا برعى يا بيت. اخوكي خد عروسته وراح يقضي شهر العسل، وانا رجعت اظبط كل حاجة. بكرة فتحي يرجع، وعلى رأي المثل كأنك يا ابو زيت مغازيه. تقول يا حميدة، اخوكي فتحي ده هجاص هالفطع الفاضي، لسه قدامه كتير قوي عبال ما يتعلم. ما تخلصنا منه بقى عشان نرتاح. قصدك ايه؟ ما انت يا ما زحت رجالة من قدامك، هو حيفضل يعني واقف لنا زي اللقمة في الزور؟ اعمل معاه زي ما عملت مع الواد قورة وبعته على ابو زعبل. حميدة الكلام ده خطير يا بت. خطير ولا نخرج من المولة بلا حمص؟ ده انت ليك في شغل ابويا كتير، يجي فتحي على الجاهز ويقش كل اللي على الترابيزة. شوف يا بنت الناس، انا ممكن اعمل الموضوع ده بس مع اي حد تاني غير فتح اخوكي. الحاج ابراهيم العقاد تروح عين من عينيه، ولا حد يمس اخوكي فتحي بقشاية. ده انت خايف بقى يا برعي. خايف ومرعوب كمان يا حميدة. الحاج ابراهيم العقاد ابوكي ده لو بص بعينيه في عين اي حد يفهم الحد اللي قدامه ده عاوز ايه وبيفكر في ايه، وساعتها لو ابوكي عارف اي حاجة ممكن ينسفني من على الارض انا وانتي والعيلين اللي حالتنا. ليه ان شاء الله؟ هو انا مش بنته؟ ومحمد وابراهيم مش هو جدهم؟ جدهم بس ابنه حاجة وولادنا حاجة تانية. الحاج ابراهيم العقادة حميدة يفدي روحه عشان خاطر ابنه. خلاص خليك زي ما انت، زي ما تغطس زي ما تقب، وعلى رأي المثل خد ومتعود على اللطن. شوف يا بنت الناس، فتح اخوكي ده عامل زي الايد الواحدة اللي ما تعرفش تسقف، انا بقى برعي الايد التانية اللي هتسقف مع فتحي. يعني اعمل مع فتحي زي ما عملت مع ابوكي، واحنا عايشين والحمد لله. بلاش بلاش الشيطان يركب دماغك يا حميدة. فتحي وحشني قوي يا ابراهيم. يا سلام، طب ما سافرتيش معاه ليه؟ هو وبنت حبيبك واخوكي سابوا شنب بدرخ. هتتمقلس عليا يا حاج؟ مش كفايه يا اخويا حرمني من بنتي؟ انا حابك من بنتك؟ ما انا سامعك تزوريها وتوديها، عايزه ايه اكتر من كده؟ عايزه يا حاج قلبك يهاني، عشان البنت لما تحب تزورنا تيجي هنا البيت وتدب رجلها وهي مش خايفه. عشان جوزها الاخر يجي معاها يدب وهو مش خايف، ومره ينتهزها فرصه ويحط في ايدينا الحديد. يوه الشر بره وبعيد يا اخويا، ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ ما هو انت السبب، انت الظاهر ناوي تقلبي ليلتك ليله غامه بعيده. يا ابراهيم انا ام، انا ام يا اخويا وصعبان عليا، البنت محرومه منك ومن خيرك. محرومه مني ده ايه؟ انت بتروحي تزوريها وبتاخدي لها معاكي شيء وشويات وبتديها فلوس كمان على شويه الحلويات اللي انا بشيلهم لها. يا حاج لو على الفلوس اللي انت بتديها لها اديها لها، البنت ما بترضاش تمد ايدها ولا تاخد مني ولا مليم. يا سبحان الله، ايه مستغنيه يعني؟ لا يا اخويا، البنت صعبه عليها تاخد فلوس من وراك. خلاص يا بهيجه ما تقلبهاش عياط، انتهزي فرصه كل مناسبه كده وخدي لها معاكي حاجه ذهب، بس تكون حاجه غاليه قوي. يا حاج ابراهيم، هي مروه يا اخويا بيخيل عليها الكلام ده؟ البنت تعليمها جامد ودماغها ما شاء الله عليها مفتحه وبتفهم كل حاجه. يعني عايزاني اعمل ايه دلوقتي يا بهيجه؟ اصل في فرح اخوها فتحي اما شفتها بتحضنك وبتبوسك قلبي كان بيتقطع ومش عارفه داري دمعتي ازاي. هتقلبها لي غم ولا ايه؟
واقسم بالله اسيب لك الحته وقوم اتخمت خالص. يا هاني خلصنا. تمام يا معلم. سلام عليكم يا رجاله. ازيك يا ورع؟ عامل ايه؟ اهلا 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 اتوحى عرسنا جميل بالرفاه والبنين ان شاء الله. يا ربنا يخليك يا ورع. عقبال ولادك. طمني. اتبسطت؟ رفعت راسنا؟ خلي بالك العروسه لما تتبسط من جوزها في شهر العسل بس بعد كده يخش عليها تقول له يا ما انت وعشني. لا ما تقلقش يا برعي اخوك عمل الواجب وزياده. قول لي هو الحاج هنا مش كده؟ ده فوق من بدري مستنيك. ده انت وحش قوي ووحشني انا كمان. يلا بقى عشان ندور الدولاب. انا جاي عشان اشتغله بس. صباح فل. لسه هتشتغل كده من اولها؟ ماشي يا حلت امك. على الله على الطلق ده يكون غلام. حبيبي الف حمد لله على السلامه. الف حمد لله على سلامتك. الله يسلمك يا حاج. وحشتني قوي وحشتني قوي قوي قوي. ربنا يبارك فيك. قول لي يا ابني انت انبسطت؟ الحمد لله انبسطت قوي. طب خير. ومراتك انبسطت برضو؟ ما هو طبعا لازم تتبسط يا حاج. هي عمرها شافت اللي شافته؟ خير الحمد لله. بس ايه ده يا ابني؟ ده انت ما كملتش الشهر. زهقت زهقت قوي وبصراحه كده يعني نفسي جاي على الشغل. طب الحمد لله الحمد لله على سلامتك. اقعد بقى اقعد. انا عايزك تنتهي. ايه خير؟ شكلك كنت مستنيني. ان شاء الله خير. فعلا كنت مستنيك. في كلمتين مهمين عايز اقولهم لك وتسمعهم كده وتتأنى فيهم. ليه؟ هو في ايه؟ في حاجه حصلت؟ ولحد دلوقتي مفيش حاجه بس انا خايف يحصل. خير يا حاج؟ انت كده قلقتني. في ايه؟ مفيش قلق ولا حاجه. قولي الاول انت ايه علاقتك بعلاق جوز اختك؟ كويسه. ايوه كويسه. دي يعني ايه؟ يعني زي اي علاقه اخ بجوز اخته. يعني انت بتشوفه كتير؟ على حسب. هو في ايه يا حاج؟ انت كده بتقلقني اكتر. هو عموما انا عايزك تخف علاقتك دي شويه وتخف زيارتك ليهم. يعني خلي زيارتك ليهم من حين لحين في المناسبات بس. انا مش فاهم حاجه. انت ناسي ان جوز اختك ده بيشتغل ضابط بوليس وبعدين بيشتغل في المكافحة واحنا بنشتغل في حالنا. يعني البعد عنهم احسن. البعد عنهم يخلينا في ضمان. ايوه بس ده بقى خلاص يعني واحد مننا. ايوه مننا بس ما يعرفش حاجة عننا. واحنا هنفضل كده يعني بعاد عن مروة كتير؟ يعني لحد ما يكون الاوان. طب ولسه يا حاج ما انش الاوان ان ابراهيم ابني يرجع؟ ابنك ده ايه؟ في حد عمره سمع ان في راجل وست خلفه بعد ما اتجوزوا بشهر ولا ثلاثة اربعة اشهر حتى؟ طيب طب قول لي يا حاج مفيش اخبار عن ورده بعد ما شقتها اتحرقت؟ يوه ورده وزفت. انا سمعت انهم غاروا وراحوا قعدوا في حته اسمها كوم السمن وبعدين بيقولوا ان الواد هريد يا اخوها واخوه الاتنين بيشتغلوا صبيان في قهوة وهي بتخدم في البيوت. يعني رجعوا لأصلهم. وردة أم ابننا تشتغل خدامة؟ أم ابنك ده إيه؟ يا ابني أم ابنك هي اللي مكتوب اسمها جنب اسمك في الكتاب اللي احنا كتبناه عند المأذون. أيوة يا حاج بس وردة هي أمه حسب شرع ربنا. يا ابني أمه هي الهانم بنت عبد المنعم بي ابو شنب. مش يبقى ابن الزفته ورده بنت بشاندي المعفن؟ ده حلو يا بتاعي يا غزال. ايه الجمال ده؟ قشطه. ورده ورده بنت ورده بنت ورده. ايه يا سالم ايه اللي معاكي ده؟ خضار ولحم ومش بطاعنا. وعدنا يا رب. انا مش عارف ليه يا رب مش عايز تفرجها علينا زي ما فرجتها قبل كده. هي ليه سودة مع الواحد كده؟ ادوكش. ايوه الناس انسعرت ولا ايه يا دوكش؟ ده كل واحد عنده مخزن يجي لك بعد شهر ولا اتنين يقول لك الدنيا غليت والحياه بقى فيها مخاطره. زود لنا المعلوم. شغلانه بقت تقرف. انت تشوف لحد معايا الغلابة دول اللي عينهم مكسورة وخازن بضاعتك عندهم. دول لو غمستهم بأي حاجة هيدعوا لك ابن نواس. منين بس يا دوكش؟
ما انت عارف البير وغطاه. عندك الواد هريج واخوه جربه. لا دول عضمهم طري وما يدمنوش. ليه يعني؟ مش سلوهم يا دوكش. الله ما تنساش دول جداد في الحي. جري يا ابو النواس شد حيلك عليهم شويه يا عم، دول رجالتك. اه رجالتي. وهتقول لي فطامهم؟ هقول لك خايف افطامهم ما يردوش وجروا رجل البوليس. ليه بقى؟ الله اجروا رجل البوليس ليه يا عم؟ يخافوا يا دوكش من عمليه زي دي، شممهم ريحه الفلوس وهم قلبهم يبقى حديد، وبعدين دول بعيد عن اي شبهه. طب والبنت اختهم دي مراخيرها في السما مش عاجبها حد في كوم السمنه خالص. يا عم دي غلبانه ومتلطمه في الخدمه في البيوت، على الاقل لو القرش جرى في ايديهم هتقعد في بيتها وما تمرمطش. والله انا جرجرهم في الكلام كده واشوف ميتهم ايه. انا عن نفسي موافقه ما عنديش مانع، بس المهم هيدفع كام؟ انا معاك يا ورده يا اختي، المهم القبيل. يا اخوانا يا اخوانا الشغلانه اللي انتوا بتتكلموا فيها دي شغلانه خطره جدا، اقل حاجه فيها تأبيده ما كانتش اعداد. تف من بوقك يا ولا، فلا الله ولا فالك. ولعلمك بقى انا سمعت ان في ناس كتير قوي في المنطقه هنا بيشتغلوا في نفس الشغلانه. وبعدين يعني انت يعني يا عم هريد يعني عجبك العيشه اللي احنا عايشينها دي؟ ايه يا عم عايزين نقب على وش الدنيا، نفسنا ناكل لحمه زينا زي الناس. خلاص الواحد معدته اتهرت من الفول والطعميه. انا عندي فكره. فكره؟ فكره يا ورده؟ احنا ما ناخدش منه فلوس. ايه يا اختي حد يرفض النعمه برجليه؟ افهم بس يا ولا، هناخد منه بضاعه. هقول اول ما تشطحي تنطحي مش هيوافق. ان شاء الله عنه موافق يا اخوي، يروح في 60 داهيه ويجي مليون غيره. طب وهنعمل ايه بالبضاعه دي يا اختي؟ هنتاجر ونبيع ونشتري. يا نهارك اسود ونيل. قول يا ورده عايشين على اخر الزمن نتاجر في المخاطرات. ما احنا بنخزن يا اخوي، ده سخم ودل. اقول لك ايه، زي كنا هنسمع كلام الراجل اللي اسمه ابو النواس ده يبقى ناخد فلوسه وخلاص. لا انتوا عايزين تقبوا لفوق ولا نفضل طول عمرنا عايشين في البدرون؟ اسمعوا من هنا ورايح اللي اقوله هو اللي هيمشي. هات جوز جنيهات يا ولا. معيش يا اختي، ما انت عارفه اللي فيها. اوعى ايدك هات. ماشي ما يغنوش عليك. مين البت اللي كانت واقفه مع صبيه جديده يا ابو النواس؟ اه دي البت ورده اخته. اسمها ورده؟ اسم على مسمى صحيح. ايه هناك منها بيوم ولا ايه؟ بصراحه البت تستاهل. سيبك منها، دي بت شالها وصانها طويل وبتشكل طوب الارض. يعني ايه ملهاش سكه؟ سكه ايه بس يا حاج بيوم؟ ده انت متجوز لغايه دلوقتي جي 8 نسوان، انت ايه ما بتشبعش؟ ايوه الله، بس ما فيش حد منهم على ذمتي. وانا بصراحه ربنا بقى ما احبش انام وفرشتي فاضيه، لا دم جيبي مليان فرشه تبقى فاضيه ليه؟ وعلى راي المثل الجزار ما يخافش من كتر الغنم. طب سيبك بقى من سيره النسوان دي ونتكلم في الجد. هو في احلى من سيره النسوان يا عم؟ فضها سيره بقى. القصد انت ناوي تشتري البيت ده ولا مالكش شوق فيه؟ قلت لك هشتريه، بس اخلص الاول من البيت اللي انا ببنيه واسكنه. قال لي قول لي هي ساكنه فين؟ هي مين دي؟ البيت اللي عليها الكلام اخت صبيك. ما قلت لك سيبك منها يا بيومي. الله يعني انت غير وجع قلب؟ يعني انت عاجبك حالي كده ارجع البيت ما لاقيش فيه حد ولا حد يقول لي رحت فين ولا جيت منين؟ يا بيومي دي مش من دوره، ده انت لو كنت بتخلف كنت زمانك خلفت اكبر منها. انت عايزنا اتجوز العجوزه ليه؟ ده الوظويز بيرد الروح، الوظوظة ترجعك شباب تاني. ما قلت لك يا بيومي شيل على قد، انت مش قدهم، انت راجل مقاول كبير على سنه ورمح. شوف لك واحده كده من دورك تصونك وتصون شرفك وتحافظ لك على القرشين اللي انت شقيت بيهم. انت شايف كده يعني يا ابو نواس؟ امال انت فاكر ايه؟ خدها مني نصيحه يا صاحبي، الجواز من الصغيرين قله قيمه وبهدله. وعلى راي الليل ايش يعمل الترقيع في التوب الدايب؟ زهقانه يا ماما طول النهار والليل وانا قاعده لوحدي. امال جوزك فين؟ جوزي
ده كل يوم يرجع ياكل اذا كان جعان وبعدين يدخل يريح شويه ويقوم يلبس ويخرج. طب انت ما بتخرجيش معاه ليه؟ اخرج معاه ازاي؟ ده انا كل ما اطلب منه كده يقول لي رايح اقابل ناس في شغل. يا حبيبتي انت بتنسي انك متجوزه راجل اعمال، يعني المفروض تروحي معاه مكان ما هو رايح. هو اصحابه اللي بيقابلهم دول مش اكيد كل واحد بيجي معاه مراته؟ يا بنتي روحي معاه، افهميني كويس، اتنصحي بقى، ما تبقيش عبيطه وهبله يا بنتي. خلاص محدش ضامن الحياه من الموت، صدقيني يا بنتي. ريحي يا ستي، بلاش تضايق وتهقف عيشته. الله، دول ناس ولاد بلد، ما هماش ولاد زواج زي ده، يعني طباعهم غير طباعنا يا ميسه يا بنتي. ومين؟ ما لو بنتك ناصحه وشاطره كانت اتطبعت بطباعه وكانت عرفته على اصحابها الكبار اللي من عائلات كبيره. ما انا بصراحه كنت عايزه اعمل كده، بس هو مش مديني فرصه. اوعي يا ميسه تسمعي كلام ماما وتعرفيه بصحبها، لا احسن يا بنتي واحده فيهم تلف عليه وتلقفه مني. يعني خلاص مفيش في جماله؟ انا شايفه ان شكله عادي. مش مهم شكله يا عبيط، المهم فلوسه. ابوها عنده فلوس مش عند اي حد تاني. مش للدرجه دي يا بابا، البلد مليانه ناس اغنيه. لا للدرجه دي يا ميسه، افهمي الكلام اللي انا بقوله لك كويس قوي. انا عارف انا بقول ايه. كلام ابوكي مظبوط يا بنتي، حلقي عليه واللي تقدري تاخديه منه خديه. هو بصراحه ما بيبخلش عليا باي حاجه بطلبها منه. خلاص يبقى انت عايزه منه ايه تاني؟ ايه الغباوه دي؟ المعلومه عند معلم ابو نواس. اه اداني 50 جنيه، جبت كيلو لحمه وادي الباقي اهو. ليه؟ احنا مش اتفقنا هناخد من عنده بضاعه؟ ايوه انا بصراحه خوف. خفت ولا نفسك هفتك على اللحمه يا اخويا؟ يعني انت اللي نفسك ما هفتكش على اللحمه؟ مالكم انتوا الاثنين مهوفين عليها كده ليه؟ ما انا قلت لكم نجوع النهارده وبكره يبقى قلبنا فلوس قد كده اهو، بدل ما ناكل لحمه ناكل ديك رومي. قولي لي كده واحده يا اختي، انت خلاص يعني دماغك تربست على الشغلانه اللي تودي اللومان دي؟ ايوه اللي يتعلم ما يخافش يا هريدي. خلاص يا اخوانا، خلاص يا اخوانا، استهدوا بالله. المهم ان احنا الليله دي ناكل اللحمه هريدي، ها، وبعد كده نخزن وناخد عرقنا بضاعه. ماشي يا هريدي؟ ايوه. طب افرضوا ابو النواس ما وافقش؟ طز فيه يجي غيره. المهم يا حبيبتي، احنا بعد ما نخزن البضاعه هنبيعها ازاي؟ انا حاطه اصلكم على الزباين، هو احنا هنغلب؟ مساء الفل يا عسل انت يا جميل. اللي اخرك كل ده؟ عقبال ما خلصت من الهم اللي عندي. مراتك؟ هو في حد بينكد عليا غيرها؟ انت ما كانش ليك في الجواز يا توح. الله يسامح ابويا، الله يسامحك يا ابويا، الله يسامحك. انا محضره لك كل حاجه. اه هو ده بقى الكلام الموزون. لا استني بس، ده ناقص اهم حاجه. الشيشه، ما انت عارف ماليش فيها يا قلبي. ده الكلام بقى اللي مش موزون. الله يمسيك بالخير يا واد يا سالم. طب ايه رايك بقى ان الواد سالم ده كان حريف في الحاجات دي؟ يلا مش مشكله. ايه رايك بقى؟ انا اللي هطعم وانا اللي هبكر وانا اللي هكرس وانا اللي هولع وانا اللي هشعلل كمان. يا لهوي، ده انت كده نفسك هيتقطع. خد كاس احسن. يا دي الخمر، هبقى سلك زوري بشفطتين. المهم دلوقتي انا عايز اتسلطن. بقول لك ايه يا جميل، ما تقوم ترقص بقى. مالك جاي النهارده متشمر ومتعزم كده؟ عايز انسى. تنسى ايه يا قلبي؟ لا دي مواضيع كتيره طول شرحها. عارفه يا سوزي، انت الوحيده اللي دمتيلي. تسلم لي يا روحي، اقعد هنا انت بقى وانا الليله جريتك. طيب اقوم بقى اجيب الشيشه. اقعد بس الاول وخد كاسك وروق، وانا هجيب لك كل حاجه لحد عندك. مش بقولك انت اللي فهماني؟ هو الحقيقة مش انت لوحدك، يعني انت والنسوان الخواجات. مين دول بقى النسوان الخواجات؟ لا 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 لا، ده موضوع بقى طول شرحه، هبقى احكيلك عليه وانا وانت بنمزمز في الكاس. يلا يلا بقى. هو مين اللي كان قاعد النهاردة جنب المعلم ابو نواس؟ قصدك على مين؟ ما اللي بعوده جنب ابو نواس كتير. كنش قصدك الدكش؟ لا يا ولد، ما انا الدكش عارفاه. اه يبقى قصدك على المعلم بيوم المقاول. ومش اي مقاول يا ورده، مش اي مقاول، ده على قلبه الفلوس بالزوفه. شفتيه امتى يا بت؟ شفته النهارده قدام القهوه وانا بتكلم معاك. طب وايه ماله؟ مضايقك في ايه؟ انا كل اللي اعرفه عنه انه راجل في حاله. اصله يعني النهارده يا اخويا كان عمال يبص لي كده بصات غريبه من فوق لتحت. لعلمكم بقى انا كنت هشتمه. انت عايزه شكل طوب الارض يا ورده؟ يا ورده افهمي بقى، احنا مش قد الناس دول. احنا اغراب وبنقول حيطه دارينا. يا حيطه دارينا،
ليه يا اخويا عاملين عامله ومستخبيين منها؟ احنا على عينك يا تاجر اهو وما حدش كسر عينين. خلاص ما تبقيش تهوي من عيد القهوه. هو الراجل ده بيجي هنا من امتى؟ اللي اعرفه ان ابو نواس بيجر رجله عشان يبيع له البيت اللي هده الجمعه اللي فاتت. طيب لما تشوفه تاني بقى قول له ما يبصليش البصات دي احسن. لا اله الا الله، هو الراجل كان جسدك على طرف؟ طب ايه رايك بقى ان الراجل ده لو بصلك تاني يا ورده انا هقطع رقبته. اهو اهو شفت يا ست ورده، عاجبك كده يا اختي؟ عاجبك كده يا ورده؟ يا ورده حرام عليك، احنا هنا ملناش عزوه، والحته اللي احنا فيها دي لابس زي ما انتوا شايفين يا اخواننا. يلا يلا اختي استهدي بالله كده واعمل لنا العشاء عشان ناكل ونتخنق. انت مالك يا اخويا مش قايل لنا كلمه ليه؟ خايف عليكوا يا ورده، ما انا برضه مهما كان اخوكوا الكبير وانتوا مسؤولين مني. انت مش بتقول ان الراجل المقاول ده طيب وعلى نياته؟ ايه اللي مخوفك بقى؟ خايف تجر شكل يا ورده. معلش يا ورده يا اختي، حقيقي الدنيا دي دواره، بعد ما كنا بنقعد على السفره زينا زي ولاد الزوات وبناكل احلى اكل، دلوقتي ملمومين على الطبليه زينا زي الفيران. معلش يا واد يا سيد، هي الدنيا كده، يوم في العالي ويوم في الواطي، بس برحمه ابويا لبكره عايشكوا عيشه عليوي قوي احسن من اللي كان معايشها لنا ابن العقاد. وتشكرين قوي يا حاج على الغدوه الجميله دي. انتوا شرفتونا يا سعاده الباشا. غدوة ايه؟ هو انتوا كلتوا حاجة يا ابو شنب بيه يا اخويا؟ ده انتوا كلتوا نص بطني يا دوب. لا لا مش ممكن يا بهيجة هانم، ده انا كده محتاجة اخد كل ادوية الهضم. ده كلام، ده انتوا كمان لسه لا كلتوا الفاكهة ولا حليتوا بالبسبوسة وبالكنافة. لا لا مش ممكن ابدا، انت تقدر يا عبد المنعم؟ لا انا ما اقدرش، ما اقدرش ازعل الحاج ابدا. ربنا يكرمك. على كل حال احنا ناخد نفسنا شوية وبعدين نخش على الحلو. وإيه كان على الأدوية؟ أنا جايب معايا من بره أدوية تهضم الزلط. كان نفسي فتحي وميسة يبقوا معانا على الأكل، بس يلا بقى قالوا لي إن هما معزومين عند ناس أصحابهم. لا بالمناسبة يا حاج، هو فتحي كل شغله بالليل؟ والله الحقيقة مش دايما يعني، إنما عشان إيه السؤال ده سعادة الباشا؟ لا أبدا، أصل ميسة بنتي قالت لي إنه بيخرج طول الليل وما بيرجعش غير وش الفجر وبيسيبها قاعدة لوحدها في البيت. لا دي حاجة بتخلصش، ده شيء ما يرضينيش أبدا. على كل حالة سعادة الباشا أنا مستعد أشيل عنه شوية. هي أكيد طبعا يا حاج بتقول كده عشان بتحبه. طبعا يا أختي طبعا، ربنا يهدي سرهم، هي الوحدة يسعدها إيه غير وناس جوزها وهي معاه. على كل حال يا باشا الحكاية دي مش هتتكرر تاني، سيبوني وأنا إن شاء الله هتصرف. ملك يا قلبك، مزاجك الليلة مشروف. في موضوع كده مش موزون مضايقني شوية. معاش اللي يضايقك، موضوع ايه؟ اسمعي يا بنت الحلال، أنا راجل جدع ومحبش الست اللي معايا ولا ترقص ولا جسمها يبل حد، يعني موضوع رقصك في الكبريهات ده أنا مش عايزه. بس أنا ليك لوحدك، وعمري ما حد هيلمسني غيرك ولا هبص لحد تاني غيرك، ويا ريت نفضل كده على طول. على رأي غنوة عبد الحليم حافظ، أنا لك على طول، خليك لي. ولا على طول ولا على عرض، أنا قلتلك اللي عندي، أنا مش عايزك ترقصي لحد غيري. لو عايزة ترقصي رقصينا، رقصينا أنا لوحدي. هو أول ما تزهق مني وعينك تزوغ على واحدة تانية تقولي أمك في العش ولا طارت، ومد أنا إيدي للناس وأقول لله يا محسنين، مش هو ده اللي هيحصل؟ جرايه يا بت، أنت في حد قالك إن فتح العقاد ده راجل ندل؟ طب إيه رأيك بقى اللي أنا من بكرة الصبح هفتح لك حساب في البنك؟ انا من اول ما عرفتك وانا بقول عليك ابو الشهامه والمجدع. طب بدام كده ما تقومي بقى تشغلي لنا مزيكا وترقصي لي الرقصه بتاعتي بتاعت انا وبس. بس كده ده انت تؤمر يا قلبي. الله 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 الله.
تروح تفتح. قلت ليه والعيال الورش؟ انا مش عايز اركز غير معاك انت يا جميل. يلا. لا هيفضلوا يرنوا كده؟ طب ما يرنوا، ايه المشكله يعني؟ يلا بقى. مين بيخبط بالشكل ده؟ مش معقول يكون الشله. يا ستي تلاقيه حد غلط في باب الشقه ولا حاجه، ايه الفصلان ده؟ انت فطرت ولا ايه يا قلبي؟ في حد يبقى غلطان في الشقه يخبط بالشكل ده؟ امال عايز ايه خبط ازاي؟ لا قوم بقى، انا ابتديت اتناقش. قوم شوف مين. مين ده؟ انا؟ انا اقوم افتح؟ لا 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 لا، روح انت افتحي. ولو حد سأل عليا قولي له ان انا مش هنا، انا هناك. الله يقل مزاجك يا اللي بتخبط. حد يخبط بالشكل ده؟ انت مين وعايزين؟ هو ايه اصل ده؟ تعالى هنا، رايح فين؟ يا بنت يا سوزي. بابا ابوك؟ يا مساء الخير يا حاج، دي ايه الصدفه الحلوه دي؟ انت انا مش قلت انك خلصت من الشقه الهباب دي؟ ما هو اصل ما هو ايه واصل ايه؟ وبعدين مالك؟ مش قادر تصبر طولك كده ليه؟ اصله دق في الهباب اللي هو بيشربه ده. انكتم انتي؟ انكتم؟ وانا عملت ايه يا حاج؟ شش يا بنتي، مش عايز قلب الدماغ. قولي امشي وشوفي قرشين ايه اللي انت عايزاهم وانا ارميهم لك. بابا يا سوزي اسكت انت. انت حسابك معايا بعدين. لا هو انت فاكرني ايه يا حاج؟ بنت خدي بعضك وامشي دلوقتي، امشي. وياك اسمع انك اتصلت بيه تاني. على ايه ده كله؟ هو انا يعني اللي بضربه على ايده؟ ما هو اللي ما بيستريحش غير معايا، حتى اسأله. يا بنتي عيب عيب، ده راجل متجوز ومراته اولى بيه. امال يعني بيحبني ومتشحتف عليا ليه يا حاج؟ انت عارفه كويس انت ايه. لا يا قلبي، ده انا سوزي الرقاصه على سن ورمح اللي مصر كلها عارفاه، ومفيش راجل في البلد دي ما يتمناش رضاي. بص يا بنت، انا جبتها لك من الاخر. شوفي انت عايزه كام وانا هرميهم لك. وبعدين بيكلميني في التليفون في النمره اللي بتكلمي فيها. عاجبك البيولة ابو ده يا فتحي؟ عاجبك انه يهزقني كده ويبعتر كرامتي؟ يوه مش وقته يا سوزي. يلا مع السلامة انت دلوقتي. مع السلامة. مش مع السلامة دلوقتي، مع السلامة على طول. خلاص خلصنا. هو انت يعني بتطردني من الجنة؟ بس اياك بقى بعد كده المحروس ابنك يجي يترجاني عشان اصالحه وارجع. عن اذنك يا حاج غير هدومي يا راجل الاخلاق والاصول. ولد هذا منظر واحد متجوز جديد، وبعدين يا ريتها احلى من مراتك. ما هو اصلا اعرفها قبل ما اتجوز يا حاج. يا سلام، ويا ترى بنت بشندي كانت بتسمح لك تسهر كده دلوقتي؟ السيره دي بس يا ابويا. ولا الكونتراتو بتاع الشقه دي فين؟ بكره عايز الكونتراتو ده يكون عندي، ومش عايز اسمع انك بتتصرمح بره بيتك للاتي. الراجل الجدع بصحيحه ياخد باله من طلبات بيته، ما يخليش مراته تحس انها محتاجه الحاجه ابدا. يا ابني لازم تعرف انك متجوز بنت واحد من كبارات البلد، يعني اللي بتعمله ده عيب عيب. وبعدين انت خلاص بقيت معروف والعين عليك، والراجل ابوها ده يعرف كل حاجه عننا، فاحنا مش عايزين ويزعل مننا. مفهوم ده دلوقتي ولا لا؟ الواد وحشني قوي يا ابراهيم. يا سبحان الله،
وحشك ايه بس؟ اشحال لو ما كانش بيجيلك كل يوم وبتطمني عليه. يا اخويا انا ما بتكلمش على اسم النبي حرس وفتحي، انا قصدي ابراهيم الصغير. لا ان كان على ابراهيم اصطبري شويه، لها شهرين كمان هو يدوب يبقى ابنك داخل على 7 شهر جواز، ساعتها ممكن نجيب الواد هنا ونشيع في البطنية كلها ان فتحي يخلف. يا ريت يا حاج، بس ازاي؟ الخوف لحسن برعي، ولا بنت من بناتك يجوا هنا يا اخويا ويشوفوا الواد هيعرفوا ان هو مش ابن مايسة. الله عندك حق في دي كمان. خلاص سيب بقى في بيت ابوه كمان كم شهر كده يتربى لغايه ما يكبر شويه. يا ريت يا اخويا، ده انا منى عيني الواد الصغير يتربى في حضن ابوه، بس مين يضمن البت مراته دي يبقى قلبها حنين؟ دي زي ما انت شايف كده نحنوحه ودلوعه، لا تعرف تربي ولا تعرف تدادي. وقال على راي المثل لكل من نفخت طبخت. انا خايفه قوي يا حاج ابراهيم هالواد. خايفه ايه بس؟ وايه نفخت ولبخت ما تخافيش انا موجود، انا مش معقول هسيب بابا هيجي علشان يتبهدل. طب هتعمل ايه بس؟ بنعمل ايه؟ يا صباح الخيرات، ربنا يبارك في سعادتك، كلهم بخير بيبوسوا ايديك. انا كنت طمعان ان اعرض على سعادتك موضوع كده. لا والله ما ينفعش في التليفون. ايوه لكن ازاي يا حاج تخبي عننا موضوع زي ده؟ بقى فتحي كان متجوز ومخلف كمان. سعاده الباشا بصراحه ربنا ما جاتش فرصه، بس انما ده اصله عادي، ياما في ناس في الدنيا بتتجوز وبعدين تطلق ترجع تتجوز تاني وبعدين يعني حاجات زي كده هكذا دواليك. ايوه يا حاج، بس كان لازم احنا نبقى عارفين، وكمان البنت كانت لازم تبقى عارفه. انا بصراحه مش عارف هي هتعمل ايه لما تعرف. البركه في سعادتك، املنا في الكبير، كلمتين من معاليك تلين دماغها. طب وامها يا حاج؟ اكيد لما هتعرف الموضوع هتقول ان مفيش امان لعيشه ميسه مع فتحي. ما هو اللي يطلق مره يا حاج يطلق التانيه. لا لا لا، ما عندناش حاجات من دي، احنا ما نقبلش كده ابدا بضمانه. لا سعاده الباشا، لا، اللي زي فتحي ابنك ده يا حاج ملوش ضمان. لا انا بصراحه لازم امن مستقبل بنتي مع ابنك. طيب انا كان ممكن اعمل ايه بس يا سعاده الباشا؟ ما هو العيل الصغير الغلبان ده لازم يتربى في حضن ابوه. احنا مش في الواد دلوقتي يا حاج، احنا في مستقبل بنتي ميسه. بصراحه انا لازم امن مستقبلها مع ابنك. اللي تشوفه يا سعاده الباشا انت بس قشر كده هيبقى امر ننفذه فورا. انا بقول يعني فتحي يحط لها مبلغ باسمها في البنك. تحت امر سعادتك. مطلوب كام يا سعاده الباشا؟ نقول زي المهر، جزء ارانب وربع ارنب من عندنا كمان فيهم. احنا تحت الامر يا سعاده الباشا. ما تاخذنيش يا حاج، انا بتكلم كاب يعني خايف على مستقبل بنته. طبعا انا فاهم، ده هو ده كلام العدل والحق. ده انت يا سعاده الباشا رجل الحق والعدل. يلا يا بنتي يا ودني الارنب، انت هاتي البسبوسه والكنافه. انا وراك يا وسط بعيد وراك. يا الف اهلا وسهلا، يا مليون خطوه عزيزه، يا استاذه وبشانه بيا اخويا. تسلم ايدك يا حاج. البسبوسه يا حاج. اتفضل يا بيه. شكرا يا بنتي. يلا بنتي تاكل. حاضر يا استبهيج. بالمناسبه يا حاج، هو الواد عمره قد ايه دلوقتي؟ والله يا ست ام فتحي، الواد الصغير ده بقى قد ايه دلوقتي؟ يجي اخويا كده 7 اشهر الا كام يوم. ما تقدمي حاجه لسعاده الباشا. لا مؤاخذه، حاضر عينيا الاثنين. منورنا يا باشا. ربنا يخليكي، تعبناكي معانا النهارده يا ست ام فتحي. عيب ما تقولش كده، تعبك راحه. 7 اشهر. طب ايه رايك بقى يا حاج عشان نسبق الموضوع كويس، نقول ان ميسه بنتي خلفت بعد 7 اشهر. الله الله ينور مخك، الله الله على دي فكره. هي سعاده الباشا انت كده تبقى عملت فيا معروف كبير قوي. لا انا مش هعمله بنفسي يا حاج، البركه في امها، هي بقى اللي هتقوم بالمهمه دي، هتقعد مع ميسه وتفطمها وتفهمها كل حاجه. والله عندك حق، ده احنا
نسينا الست ام ميسه. على كل حال اذا كنا قدمنا السبت مع الست ميسه فاحنا هنقدم بقيه ايام الاسبوع مع الست ام ميسه. انا ساعتها هعمل لها هديه كبيره قوي. وانا كمان يا حاج بعد اذنك لمؤاخذه يعني حته هديه من عندي ما حصلتش، واحنا لينا بركه غير ست ام ميسه مرات الاستاذ ابو شنب بيه. يا سلام.